بالنسبة لإدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، كان هذا مطلبنا وهو مطلب الأسرة التربوية بل والمجتمع كله، كان مطلبه أن تدرس اللغة الإنجليزية باعتبار أنها الآن أصبحت أغلب البحوث العلمية والأكاديمية العالمية بهذه اللغة، وهي مساعدة لاكتساب المعرفة بالنسبة لي خاصة في مسار التلاميذ. أما بالنسبة للتأخير الدخول المدرسي، بالنسبة لنا احنا ما هوش تأخير، يعني راهو تقريبا في وقته، والاعتبار اللي نظن باللي راح 21 سبتمبر هو اعتبار أنه حسب مخطط الهيئة البيداغوجية بالوزارة من أجل إعطاء تكوين ديتاكتيكي بالنسبة للأساتذة الجدد اللغة الإنجليزية قبل دخولهم إلى الأقسام. وفي هذا الصدد حسب علمنا أن الوزارة برمجت ندوات تكوينية لأساتذة اللغة الإنجليزية الجدد من أجل أن تكون عندهم تعطيهم بعض الأشياء من أجل التعامل مع التلاميذ داخل القسم.